مسرحية ومحاكمة الأولى. أغلال ثلاثية، قضبان حديدية، ملف قضية وميزان عدالة ذهبي صدر. نادوا باسمي وقفت فرفعت رأسي فمشيت، التحقت بقسمي والكلاب خلفي نبحوا فما خشيت. دخلت فرأيت من دون كل البشر أمي، تحدثوا بمصطلحات غريبة أنا البريء، شعرت أنني أمي. قاض يصرخ هدوء في المحكمة، تكلم يا محامي أين العدل؟ ألا يمكن أن أدافع عن نفسي فأنا أملك أقلامي؟ قال أصمت عليك اللعنة يا متهم، لماذا قتلته؟ لماذا قتلته؟ أجبني أنت أولا سيادتك، ما شأنك؟ لماذا تدخلت؟ قال أغلق فمك، أنا هنا من يطرح الأسئلة لا أنت. حسنا سيدي، إذا اسألني عن من قتلت لا لما قتلت. قال من قتلت؟ قلت نفسي، فما شأنكم فيما أحرقت وما تركت؟ أنا أعترف بجريمتي، قتلت نفسي لأنني استحققت الموت. فلتقوموا بالقصاص وتعدموا جسدي، أنا لن ألقي عليكم اللوم. ما هذه المهزلة التي تدعونها عدلا يا قوم؟ أنتم مثيرون للشفقة، لا أظن أن أحدا فيكم يستطيع النوم. أهذا ما تخبرون به ضميركم ليغض بصره أنكم عدالة اليوم؟ أنتم عدالة اليوم؟ وتم تأجيل الجلسة